طيب تعالوا بقى نروح لزميلنا العزيز الاستاذ فاروق صلاح من مقر اقامه فريق النادي الاهلي ونعرف منه اخر الاخبار واخر المستجدات. صباح الفل عليك يا استاذ فاروق، منور الدنيا. صباح الفل عليك يا كريم، صباح الفل عليك يا نهاوند، وكل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وباذن الله يوم اهلاوي سعيد ان شاء الله يكلل بالانتصار على فريق حرس الحدود. حلو عليهم، وقول لنا بقى ايه اللي بيحصل عندك في مقر اقامه النادي، النادي الاهلي. الفريق عامل ازاي؟ يعني خليني في البدايه اقول لك يا كريم ان احنا من هنا من داخل مقر اقامه فريق النادي الاهلي واستعدادات فريق النادي الاهلي لمواجهه فريق حرس الحدود في الجوله ال25 للدوري المصري الممتاز. بالامس كان المران الاخير لفريق النادي الاهلي، واعلن مستر ريني فايلر القائمه اللي هيخوض بها هذا اللقاء، وقائمه ضمت 21 لاعب: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير لحراسة المرمى، خط الدفاع أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول ومحمد شكري، خط الوسط حمدي فتحي، أليو ديانج، عربي بدر، أحمد الشيخ، وليد سليمان، جيرالدو، محمد مجدي أفشة ومحمد فخري، وثلاثة في خط الهجوم: جونيور أجايي، مروان محسن، و اليو بادجي. شعار لاعبي النادي الاهلي، وانت عارف يا كريم ان احنا داخلين على مرحله من اهم مراحل النادي الاهلي، هي مرحله حسم بطوله الدوري. عندنا يعني خلاص النادي الاهلي محتاج 11 نقطه ان شاء الله لحسم اللقب. بتبدا المرحله من اليوم من لقاء حرس الحدود، ثم لقاء الاسماعيلي، ثم لقاء الاتحاد، مرحله مهمه جدا. من ضمن الامور المهمه جدا ان الجهاز الفني للنادي الاهلي والجهاز الاداري كان قاعد مع اللاعبين، ويعني خلينا اقربك من الصوره اكتر واقرب جماهير النادي الاهلي من الصوره اكتر. طبعا في حملات ممنهجه على لعيبه النادي الاهلي وعلى الجهاز الفني وعلى اللاعبين وعلى افراد الجهاز الاداري. الجهاز الفني والجهاز الاداري قعد مع اللاعبين بالامس امبارح، بيطالب اللاعبين بعدم الالتفات لهذه الحملات. الجميع مركز على هدف، عندنا بطولة الدوري خلاص قربنا نحسمها، ثم البطولة الإفريقية، كلها أمور الجهاز الفني والجهاز الإداري. الكابتن سعد عبد الحفيظ كان حريص فيها في الكلام فيها مع اللاعبين. أيضا الشق الفني ومواجهة فريق حرس الحدود، ومستر ريني فايلر طالب اللاعبين بعدم الاستهانة بالخصم اللي بيأدي لقاءات أكثر من رائعة في الفترة الأخيرة. يعني آخر 6 لقاءات فريق حرس الحدود كان تعادل في 4 لقاءات وفاز في لقاء وتلقى الهزيمة في لقاء واحد من الفرق القوية في الفترة الأخيرة. طالبهم المستر ريني فايلر وركز على بعض الجمل التكتيكيه، وحاول ان هو يختص شويه محمد مجدي قفشه بجزء في الحديث على الاختراقات من العمق والتمرير الطولي والتمرير العرضي. كانت ختم المران بتقسيمه قويه ما بين فرقتين تالق فيها جميع اللاعبين بلا استثناء. كان عقب التمرين توجه الفريق الى مدينه الاسكندريه واللي هيقام فيها اللقاء، بالتحديد استاد الماكس. النهارده يوم اللاعبين يا كريم، كان تناول اللاعبين وجبه الافطار في تمام الساعه 9:30، ثم وجبه الغداء هتكون في تمام الساعه 2. التحرك ان شاء الله لملعب استاد الماكس هيكون في تمام الساعه 6:30. قبل التحرك ب 10 دقائق هيكون في محاضره فنيه لمستر ريني فايلر للوقيع، يعني هيتكلم على طبعا هيعلن من خلالها التشكيل وهيدي بعض التعليمات الاخيره للاعبي النادي الاهلي. عايز اطمنك واطمن كل جماهير النادي الاهلي على حاله لعيبه النادي الاهلي والتركيز، ويعني لو وقت بقى يجي سؤالنا للاصابات برضو، عشان انا يعني عايز اقربك اكتر، اقرب نهاوند واقرب كل جماهير النادي الاهلي زي ما اطمنا على حاله اللاعبين والجاهزيه الفنيه، ايضا ان انا احطهم في الصوره ونقربهم اكتر من اللاعبين المصابين. طب يا ترى عشان النهارده اللعيبه موجودين في يعني اسكندريه، ممكن يكون الغدا سمك وجمبري وسبيط وما شابه، ولا الموضوع مش بالضروره؟ لا يا كريم، يعني انا عايز اقول لك ان النادي الاهلي يعني مع اختلاف المكان سواء اسكندريه سواء القاهره، في برنامج غذائي موضوع للاعبين ده ثابت، يعني بيبقى ثابت مع اختلاف على الرغم من اختلاف الاماكن. حتى واحنا مسافرين بره مصر ايضا بيبقى في برنامج غذائي ووجبات غذائيه موضوعه طبقا لمعايير لكل لاعب. يعني انا عايز اقول لك من الامور المهمه جدا يا كريم ان الدكتور عبد الرحمن سعيد اخصائي التغذيه في النادي الاهلي يعني بيوزن كل حاجه لكل لاعبي النادي الاهلي، كل السعرات الحراريه كل اللاعبين وعدد الجرامات، كل لاعب بياخد وجبه غذائيه مختلفه تماما عن اللعيب الاخر. اوكي جميل. طيب احنا بنشكرك شكرا جزيلا على معلوماتك الوافيه والكافيه الحقيقه، سعداء جدا بتواصلك معنا. شكرا ليك فاروق صلاح زميلنا العزيز مراسل قناه النادي الاهلي.